إيه. طبعا مقترح ثاني مقترح على فكرة سؤالها كويس لأنه وضح شغلات كثيرة صح ولا لا؟ يعني شو كيف أنا كأهمية إن أبني سياسة الشيء قبل ما نطلع للغداء. طيب بعد ما حكينا عن كل هذا كيف إن واحد ممكن يعمل لوبي لحكومة إلكترونية ومعنى آخر إني أنا أجي أحكي للحكومة أنا بدي مجموعة من القوانين المتعلقة بالإي جوفرمنت اللي أحكي لكم إياها إن القوانين الثلاثة المباشرة للإي جوفرمنت مش كلها اللي راح ندرسكم إياها مباشر في إشي غير مباشر في إشي مباشر بس أنا بدي أركز على إشي مباشر هو الإثبات القانوني هو الداتا بروتكشن والبرايفسي حماية أمن المعلومات والخصوصية والتوقيع الإلكتروني جيد كيف أنا بدي أعمل مع الحكومة معنى ذلك أنا بدي أجي أحكي للحكومة كالتالي أجلس مع الحكومة أحكي لهم إنه إحنا بصدد كذا كذا وأنتم مهتمين بإنكم تصيغوا قانون أو إنكم معنيين إنكم تصلوا للحكومة الإلكترونية لكن قبل ما تصلوا للحكومة الإلكترونية يجب أن يكون في عندي كذا وكذا وكذا جاهز أنتم في بلدية الخليج راح تواجهوا مشكلة من ناحية قانونية جيد ومعنى ذلك بيكون توجهوا للمستوى السياسي تحكوا له بدي أنا قوانين معنى ذلك بيكون الجزئيات اللي بدها قانون اللي حكى فيها وراح يبعدوا عنها مش راح تتنفذ إلكترونيا فإحنا إلكترونيا منقوص يعني ما تقدروش تعملوا اي خدمه انا بحكي لك اياها ما بتقدروش تعملوا اي خدمه يعني معنى انه رئيس بدي ممكن يحكي كثير في هذا الموضوع هو بحكي كثير بس تعرف يعني في شيء في كثير من الاشياء في الدنيا بتصير كلها اشكال اول ما طلعت لي بكى الناس بتراسها و و و وفي شيء وهي امور ما بتصير جزء واحد من الألف أو واحد من 50,000 بيصير حالة خلاف نظرها مش كده أصلا بتجوا القضاء بخلصين ورقة مش في حالتنا لازم يعتمد على صحيح أنا مش ضد بس اللي بقوله إنه مباراة القانون بيجي بعد حالة بعد يعني حاجة بس الحاجة تكون ملحة والناس يكونوا مستعبلين الإشي ودهم بس بالآخر قرنوا طبعا ممكن بيجي قوانين من البداية بس يعني شوف بس حاله الجفرمنت والله صعبه شوف ممكن انا احضر كل شيء وبعدين اجي احكي للحكومه يلا هي انا بيت الخليج ممكن تيجي تحضر الاي سيرفيس انه راح يعملوا اي سيرفيس يعني ماشي عاد عاصمة مثال بدكم دفع ضريبه النفايات عن طريق الانترنت يعني معنى اخر انا بدل يعني مش اتوجه للبلديه ادفعها انتم تبعتولي الضريبه هذه على ايميل على الايميل او على البيت تطلبوا مني اني ادفعه وممكن ادفعه عن طريق طيب عمليه التواصل معهم يعني تدفع عن طريق دفع الدفع مش مثال بس حتى لفترض انه مثلا انه انا عايش في مدينه ثانيه وكرر دفع ودفعت وبالاخر انت قلت لي ما دفعتش لا انا دفعت هذا اثبات هي ترك الاثبات ما عشان هاي نحكي عن اثبات هاي هون بيجي قضيه الاثبات بس قضيه الاثبات على فكره في هذه الحاله دفع يعني دفعت يعني يمكن مهمه جدا بس بسيطه بس على سبيل المثال انا بدي اطلب من البلديه شهاده عندنا في الدول برا فبطلب من الواحد شهاده انه مش متجوز فبروحها بخدها بعد ما احيانا بروح بخدها من مختار البلد بس حاليا صارت البلديات تعطيها ما بعرفش تعطوها ولا لا البلديات تعطيها شهادتين انه اثبات اقامه مثلا هذه هون طيب انا بعثت لبلديه الخليل عن طريق الاي سيرفرز تبعتهم انه انا بدي هذه الوثيقه عاده يوم اروح انا بشكل شخصي على البلديه اطلب هذه الوثيقه بعد منهم الهوية إنه هذا أنا في رأسنا الآن جاي عنكم طيب هل إذا كان عن طريق الإنترنت هي وراء كمبيوتر أنا وراء كمبيوتر شو بدي أعرف إنه أنا في رأس يعني فأصبح عندي إنه الأوثنتيكيشن أو أصبح عندي أنا بدي أثبت إنه في رأس هو فعلا البعث عن طريق التوقيع الإلكتروني معتمد مع أمر قانون يعني قانون بنظم التوقيع الإلكتروني جيد
زي ما بيحصل في دول تانية بيكون في عندي مشاعر هوية ممارطة فيها شاب والشاب موجود فيه كل المعلومات من ضمنه وفي إلي بين كود وفي إلي يعني في إثبات هذا الإثبات إنه ضروري جدا جيد. طيب بعديها أنتوا رح تبعتولي الوثيقة هون بيجي الإثبات القانوني. هذه الوثيقة هل لها حجية ولا ما لهاش حجية؟ جيد. إذا كان في قانون بقانون بعتبرها مقبولة إثبات في الإثبات الإلكتروني، يعني بمعنى آخر أن قانون الإثبات بيعترف بالإثبات الإلكتروني معناته لها حجية. طيب بيجي في شغلات تانية لها علاقة بالحجية الأوثنتيكيشن والمصداقية مصداقية النظام ومش مصداقية النظام، وبيجي شيء ثالث اللي هو الحماية الخصوصية. بس هذا السؤال يمكن ما مش واضحة كثير، بس هذا سؤال حلو يعني كويس إنه بمعنى آخر زي ما حكيت إنه في داخل مجلس القضاء الأعلى مؤسسة مغلقة لكن ملهاش علاقة بالجمهور خدمة الجمهور، بس بين سين وصاد. يعني أنا بضرب على سبيل المثال إذا كنت بشتغل في محكمة الخليل أو محكمة نابلس وبدي أبعث إشي مراسلات للإدارة العامة، أنا ممكن أعمل أو زي الشركات يعني أعمل إي سيرفيس أو خدمات إلكترونية مغلقة. هون أنا بقدر أعمل أنظمة داخلية للمؤسسة يعني جيب الجامعة كيف زاد، وبالتالي بقدر أني أعتبرها كل شيء قانوني وبثبت أنه صدرت عنك زي نتاج، يعني نتاج أنه في إلي أنا باسورد وهذا أنا بدخل وأنا صادر عني كل شيء زي البنوك على سبيل المثال، بس أنه بكون في إطار بصور أنا إطار مغلق. إذا بدي أدخل واحد خارج إطار الجامعة أو خارج إطار مجلس القضاء الأعلى بصير في عندي أنا مشكلة بالنسبة للحجية القانونية هي الإثبات، بكون عندي مشكلة بالنسبة للإثبات وما إلى ذلك. خلينا نوكل بعدين نرجع نكمل. طيب شباب يعني نرحب فيكم في توتوريال رقم 6. عادة إحنا بنعطي توتوريال أو يعني سيشن زيرو بكل توتوريال لما بكون في ناس جداد حتى نضمن إنه كمان أهداف تعليمي. يمكن عندكم فكرة عن الأشياء اللي بنسويها في التدريب، بس على في أهداف معينة اللي بيجي على التوتوريالز مش أهداف تعليمي، في إشي ثاني نحاول. أول شيء نعطيكم فكرة عن الأكاديمية الموقع تبعها اللي هو e-gov.bs www.egov.bs e-gov أكاديمية ليش هاليوم؟ طبعاً الأكاديمية هي أحد المشاريع الموجودة في معهد ابن سينا في جامعة أمير زيد. هذا موقع المعهد. الأكاديمية هي عبارة عن مشروع ممول الاتحاد الأوروبي. المعهد قدم للاتحاد الأوروبي إنه بدنا نعمل ترينينج وأشياء أخرى هلا بنحكي عنها للبلد. فاللي صار إنه توافق على البروبوزل واسمه على فكرة أوفيشالي بالجو اسم المشروع، واسمه فول تايتل إي جوفرمنت لايف لونج ليرنينج كونسورشيوم. ما كناش حاطين كلمة الأكاديمية في البداية خوف ما إنه يرفض البروبوزل، لانه هم كلهم بدهم طب شو الجسم بدنا نعملها، شو هي الجسم يعني اقول اكاديمي لها جسم قانوني. وبنتهي المشروع تبعنا في 14/10 السنه هاي. اهداف المشروع انه تكون هي مركز او نقطه من المعرفه للوطن في هذا المجال. انه مجال حكومة إلكترونية لا إي سيرفيسز. أحد الإي سيرفيسز اللي هم الحكومة الإلكترونية، بس بشكل رئيسي يعني هاي بلديات موجودة نفس الإشي بيستفيدوا. وعلى فكرة وكمان الغرف التجارية وشركات التأمين وويلي بنوك كل واحد بيقدم إي سيرفيس وبيعمل كونكشن، بيعمل يعني بربط حاله مع حتى بالبزنس. الشركات لما
تعطي معلومات لشركات تانية تتعرض بالضبط لنفس المسائل اللي متعرضة لها الحكومة الإلكترونية. بشكل رئيسي الأكاديمية عندها ثلاثة ميشنز إنجاز التعبير. أول شيء إنها تعمل بروجرام من توتوريالز، عملنا 300 ساعة تدريبية، 6 توتوريالز درسوا مرتين في الانتروبرابيلتي وفي السيكوريتي وفي الليجل انفورماتكس اللي انتم هلا موجودين. كمان عملنا اللي هو اويرنس وببليك كونسلتنسي، وهون انا بحب احط شغلي انه من احد اهم الاشياء اللي انجزناها شغلتين في الاكاديميه اللي مش تريننج. يعني الاكاديميه بتعطي تريننج، بتعمل كونسلتنسي. كونسلتنسي هون على فكره هي كلمه غلط، لازم يكون ادفايس، ادفايزر للحكومه. اللي هم عملنا زنار وبنشتغل على شغلات اللي هي جي اي اس، فهذا اتس فور فري، يعني شيء تطوعا للبلد للحكومه عن طريق الوزارات، بنساعد الوزارات فور فري بنساعد شغلات. فكمان المؤسسات الثانيه، الوزارات الثانيه، اي حدا بده، احنا ما فيش انترست، فيش حدا هون بيعمل مصاري، بالتالي يعني جهه محايده محايدة وفيش عندها أي اهتمام تعمل فلوس أو الآخر، فهي عن جهة أكاديمية. والأكاديمية الثانية نأسس حالنا كأكاديمية، والموضوع الآن دائر. أعطيكم بس شوية يعني هيك أخبار، الأسبوعين اللي مركوا كان كثير في عنا شغل إنه أوكي المشروع بخلص ب 14 4 شو بتساوي، علينا ضغوط كثيرة من الوزارات ومن يعني خلينا نقول من هاي ليفل حتى، ومن كثير يعني كثير ناس بقول لك طب شو بدنا نسوي، خلاص بدنا نوقف، شو نسوي، نروح نعمل ان جي او؟ لا، لانه هم لانه دكاكين البلد، نعمل شيء داخل الجامعه؟ لا، البيروقراطيه قاتله في الجامعه، انت بتعرفوش الجامعه. نعمل شركه غير ربحيه؟ في شيء اسمه شركه غير ربحيه؟ well يعني بعد الدراسات مش مهضومة، بس أكثر إشي صار إنه نروح سيمي جبرمنتال. فكادين في الوقت الحاضر نحاول نشتغل إنها تكون سيمي جبرمنتال، اللي وراها بيكونوا أربع جهات، طبعاً الجامعات، بس كمان مين؟ الحكومة. ليه؟ لأنه عندهم سيرفيسز، وكمان مين؟ البلديات والغرف التجارية. يعني صندوق البلديات من الناس اللي على اطلاع إحنا شو بنفكر. فبلديات، الحكومة، الغرف التجارية هم الناس اللي بيستفيدوا من عمل الأكاديمية. الأكاديمية لهم يعني جزء تعبير. الأكاديميين بيكونوا موجودين بس هم بيعرفوش شو المطلوب لتيجوا الأطراف الثلاثة دول كلهم، والله إحنا بدنا نعمل مثلا نربط بلدية الفلانية مع الوزارة الفلانية، وأجت الشركة الفلانية قدمت الاقتراح الفلاني، شو رأيكم؟ الأكاديمي في شيء انترست، وبالتالي ممكن يكون وجود الأكاديميين قسم كبير منهم بحب يشتغل متطوع يعني. فبتصير يعني. طيب السنة الأولى كنا نشتغل ديفلوبمنت، السنة الثانية ديليفري للتوتوريالز. يعني احنا قعدنا سنة كاملة ونحضر هذه الكيلة اللي نتفرج عليها، 11 جامعة و11 بارتنر بيشتغلوا عليها السنة كاملة، وتكلفة عالية جدا كانت تحضيرها. والسنة الثانية كلها ديليفري. في ب 26 هاي اسماء البارتنر، سوري، اللي هم جامعة بير زيت، جامعة البوليتكنيك، خضوري، وفي عندنا ثلاث وزارات، هذول يوزرز، مش يعني ما بيقدموا شيء في الأكاديمية بالتريننج يعني، هذول بس اللي هم المستفيدين، كان لازم نحط معنا يعني في جزء حد يسأل طب ليه مش وزارات ثانية؟ بس كان بدنا عدد معين يكون معنا انه احنا المشروع مطلوب. وبعدين في عندنا خمس جامعات اوروبيه، هذول اللي هم، هذا هو المشروع، هاي موقع الاكاديميه، زي ما قلت لكم تريننج كونسلتنسي جزء من هيك الادفايزري، وبعدين نعمل كمان ريسيرش. نعمل ريسيرش، والزنار مثلا انتشر في مجلات، في مؤتمرين علميات، مجلات علميه محكم، عملنا برزنتيشن في استونيا وفي كوريا وفي تونس وفي لبنان، وكمان عزمونا في الامارات وفي المغرب كمان عملنا برزنتيشن.
اللي هي كمان يعني الريسيرش بعد الدكاتره هم بيعملوا ريسيرش لاشياء تخدم البلد زائد انهم يشجعوا رسائل الماجستير ومشاريع التخرج في البكالوريوس في انه يكون هذا الموضوع. طيب هلا بدي اورجيكم انا برضه لمحه صغيره عشان في جزء قانونيين هون انه ما هي الحكومه الالكترونيه. تعرف الحكومه الالكترونيه سوري هون عامل سكيب. اول شيء بيسال حالنا سؤال لاول مره بشوف البرزنتيشن في كسر منكم شافوه ليش الحكومه الالكترونيه واذا ما صارت شو بنخسر؟ نخسر شيء؟ ما نخسر شيء وبتهيئنا ما نخسر شيء. انتبهوا على فكره وهنا بقول بقولش الحكومه الالكترونيه بجوز لازم بقول ليش الحوكمه الالكترونيه ليش الخدمات الالكترونيه لأنه كمان في بلديات موجودة. كل الدول تعمل خدمات إلكترونية حتى تسهل حياة مواطنين. مزبوط ولا لا؟ يعني حياة المواطن بيصير سهل. بدل ما يروح يسجل ابنه ولا بدل ما يجدد رخصته على وزارة إكس ولا بدل ما كذا فبسرعة بيعمل العمل. الشيء الثاني في فاعلية وإداريا إداريا أفضل إداريا بتوفر فلوس إذا أنت بتسويها بتوفر تكلفة الخدمة اللي مؤسستك بتقدمها بصير تكلف أقل بكثير. بعدين الكوربشن بكل ليش هو بكل هو مش لأنه الأشياء الإلكترونية بتضيف شيء جديد لا الكوربشن ممكن يكون فيها كوربشن عالية بس إمكانية إنك تكشف إنه ما كان في كوربشن أسهل ولا لا؟ بنشوف وين صارت الحركة صح؟ نقدر مش واحد بحط بكين طلب وبحطه مطرح الثاني يعني هاي تعلم أي تي بيعرف إنه هاي على الأقل بيقدر يغير بس بيعرف إنه في أشياء بيقدر إذا المسؤول قرر يعرف بعرف إنه إذا في إشي بتعرف. وعلى فكرة أصلاً في ناس يقولوا ما هو اصلا اذا انا باخذ خدمه بسرعه فيش داعي اتصل على ابن عمي يسرع لي المعامله. لا الشيء الثاني هون انه الاقتصاد بصير افضل لما انا بدي اسس شركه بعرفش قديش هون الشركه قديش بدها وقت تا واحد ياسس شركه او تا واحد ياخذ رخصه محكي رخصه حرف من بلديه او 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 تطلع مخطط رخصه بناء او في وقت كبير. الناس على فكره ما تتخيلوش ناس برضو مش فاضيه تضل تدبر وتلف وتيجي تاخذ استوديو قديش تكلفك تسجل شركه وانت موجود بصحراء الليبيه 12 دقيقه 12 دقيقه بتكون مسجل شركه تكون رسميا ان افريج طبعا يعني تكون رسميا انت في شركه عندك شركه. هلا هاي كل الدول في الدنيا هاي الأهداف للخدمات الإلكترونية ولكن عندنا إحنا هون وضع استثنائي جدا وهذا اللي بميزنا إنه خلينا نروح لآخر الصورة. إحنا أصلاً مش بس ضفة وغزة بعرفش اللي عايش برام الله مرات إذا في بلزم له إشي بيشعر إنه بركب سيارته بروح على الوزارة بحلها بس اللي عايش بجنين وخيرية بيجي على الله طب العاشر بغزة هلا اذا الموضوع احنا اصلا مش سهل اصلا نتنقل مش سهل علينا نتنقل بدك تعطي اليوم كامل مشكله المركزيه ولا مركزيه. طيب وعلى فكره لما فكر بحكومه الالكترونيه دائما لازم نفكر احنا ضفه غزه احنا مش بس ضفه انتبهوا هاي اشياء مؤقته. فبالتالي احنا كثير مناطق جغرافيه مبعثره وبالتالي اي لحظه الاحتلال يوقفها تقديم الخدمه بيوقف ولا لا؟ هاي واحد. اذا تقديم خدمات انا بسميها رغم الحواجز الاسرائيليه. الاهم من هاي النقطه دائما انتم بتنسوا انتم بس عايشين انتوا مش يعني الفلسطينيين مش بس انتوا جزاك احنا مليونين وثلاثة بالعشرة من 11.5 صحيح نفكر حالنا احنا الوزارة حلت المشاكل حلتها لمين؟
لكن ما حدا 70% من الشعب الفلسطيني بعيش مشتت طبعا بين لاجئ ومغترب، مش كلهم لاجئين او حتى يمكن 75% هذول لاجئ ومغترب، وبالتالي اللي عايشين بالضفه وغزه كلهم على بعضهم 30%، وبالتالي في خدمات كثير احنا طبعا للاسف انتم بتعرفوش هي الخدمات مره للمغتربين التلزم. اللي تغرب بيعرف انه انا كنت لما جدد جواز سفري من بلجيكا كنت اعمل 100 واسطه يا خاصه ايام هم بيطبعوا في غزه وكنت وكان كلفني فلوس ودي اتش ال كثير فلوس حتى بس اراسل وهو بس انه ايش جدد جواز سفري وبدي اعمل في 100,000 شغله للي عايش هنا طب واحد من الدولات طب واحد كذا طب واحد كذا ففي خدمات كثيره بتلزم كمان ل 70% يا جماعه قلنا تسهيل حياه المواطن الشفافيه والفاعليه والناحيه الاداريه اقتصادنا بصير اقوى بكثير اذا وعندنا خدماتنا الالكترونيه وعشان بقى كمان لاسباب سياسيه هاي بتميز فلسطين عن ليش احنا بدنا حكومه الكترونيه بالتالي انا بقول دائما حكومه الكترونيه في فلسطين ليست طرفا بل ضروره ملحه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا برضو لانه احنا لما نتواصل مع في الخدمات بريد الخليج تعرف ايش قديش في مغترب خليجي صح بس تعرف لو انه في خدمات الكترونيه بالاخر ببين هذا طلع المواطن اللي براجعنا مش بس اللي عايش في الخليج ترى من الصين بيودي لنا بيودي لنا بيودي لنا طبعا هذه هي عمليه التواصل بيظلوا الناس عندهم استعداد يدفعوا النفايات حتى هم مش موجودين في البلد بيظلوا الناس عندهم استعداد بيظل مرتبط لما هو اصلا بيدفع بيظل مرتبط طيب اذا ما هي الحكومه الالكترونيه هو من ناحيه فنيه هاي كمان انا يعني هاي النقطه للقانونيين أركز عليها إنه الحكومة الإلكترونية هي أطر معايير مش إشي فني ملموس برنامج بدنا نشتريه هي مش برنامج بدنا نشتريه هاتوا طبعاً لتمكين الحكومة من تقديم خدماتها الحكومة أو البلدية أو الغرفة التجارية من تقديم خدماتها إلكترونياً لمين أول إشي لمين جهات حكومية رقم اثنين للمؤسسات رقم ثلاث للمواطنين المواطنين هون مقصود فيها الناس مش شرط تكون مواطن لكن ممكن تقدم خدمات لحدا مش سيتيزن يعني واحد امريكي بده مرته ذات ولد هون تولد ولا لا ونعطيه شهادة ميلاد او تايلاندي مثلا واحد اجى بده مثلا يسوق بده يستاجر سياره ويسوق صار معه حادث مش في برضه خدمات تقدمها الحكومه يعني المقصود مش بس المواطنين اهل البلد طيب بدي انا بس اعملكم هنا يعني انيميشن انه لما بيكون في عندنا بدنا نقدم خدمه بالضبط شو بدنا نمثل هلا خدمه انه انا هاي الست بدها تعمل بدها تجدد رخصه السواقه مع رخصة السواقة بدها تجددها كيف بتساوي انت لما تجدد رخصة السواقة؟ خليهم من محمد كيف بتساوي؟ مش عندكم بس انت لو عندك انت بدك تجدد مش بدك تاخذ رخصة ما بخرب باختصار بتروحي على دائرة السير ده بتقولي للموظف بدها تجدد رخصة السواقة بتقول لك اعطيني شو هو اول شيء؟ الرخصة ليش؟ ليش الرخصة القديمة ولدك تجددها طلع بلكنها مش رخصة فلسطينية طيب بلكنها مش بلكن بارح نجددها طيب بلكي طلع عليها بعدين بقول لك اعطيني الهوية صح ليه بتطلع الهوية عشان يعرف انه صاحب هاي الرخصة فلسطيني لانه هو مسؤول عن جدد رخص فلسطينية طيب اذا كانت واحد لابس نظارات شو بكله؟ بدي فحص نظر سالم مفعول من وزارة الصحة. بتجيبي هذول وفورا شو بيساوي؟ بجدد الرخصة، بعطيك الرخصة بتروح تدفعي وخلص. مزبوط؟ طيب هلا احنا بدنا نسوي هاي قدامكم بدنا نسوي هاي قدامكم بس ايش؟ كحكومة إلكترونية.
تبدا سؤال هلا تطبيق الحقوق الالكترونيه بتقدر تطلع كل اثر قانوني بس يعني لازم تعمل تغييرات شامله كل القوانين هلا اسمع كلامك انا بدي ارد عليك كلامك كل القوانين اسمع كلامك اللي بتقوله عمليا في منه كل القوانين شوي نظريا يبقى انا بدي ارده بقول لك ليش قانونيا نعم سياسيا انا بدي ارده اذا قلت هاي الكلمه ولا حدا بحكم الكترون شو المقصود انا فاهمك بدي اوصل لك فكرتي هلا مزبوط كلامك صح انت اللي بتقوله صح بس اذا اعلنا عن تغيير شامل بصير ولا واحد بيقبل التغيير يعني اسمع انا بعطي المواطن الهويه وهو جنبي بعمل له طوشه بعطيها الكترونيه جزء من الطوشه طيب هيك هو مش فكش الطوشه ليش انا بدي اخذ قانونيه طيب واحد مش هلا خلينا نيجي لهي انت بتحكي عن جانب اللي هو الوعي والسكيورتي هلا بقول بس خلينا نوضح حالنا هاي الست يا سيدي مثقفة وبدها هلا جدد خصوص وقتها مبنية وهاي عنا الحكومة الإلكترونية مخبيه هون هي بتشوف الموقع هذا اللي بنسميه البورد واضح؟ طيب هلا أول إشي شو بصير؟ بدنا نتأكد بلكي هاي واحدة جاي من الفلبين بدها تلعب عنا أول إشي ما نتأكد إنها إيش؟ إلها صفة تسمح لها تأخذ خدماتنا اللي بنسميها بالإنجليزي authentication ما نتأكد من هذا الشخص في إشي بنسميه سمارت كارد بتطوله وتحطه في الجهاز وبعدين تكتب النت يوزر نيم والباسورد تحط أنت لما تحط أنت هذا الجهاز اللي هو الويب سايت بيروح على سيرفر هذا للأثنتيكيشن في ناس المعرفين للحكومة يعني أول واحدة نود رسالة بقول هل هذا اليوزر معروف عنا نرد هذا السيرفر معروف لما يقول معروف عشاشة هذا اليوزر ببين ليست الخدمات المسموحة لمين مش لاقي حدا لهذا اليوزر طب بلكي هذا اليوزر شركي بلكي انه موظف حكومي بظهر له كل واحد بظهر له ايه خدمات تختلف عن الثاني شخصيه معنويه اها طيب هلا بقرر انه يجدد يكليك على واحده من هذول يجدد رخصه السواقه هلا اذا شو بده يصير زي ما بيصير بالواقع ولا شيء بيطلع هذا السيرفر بيودي رساله للمواصلات بكلهم خليني اوقف ودى رساله للمواصلات بكلهم هاي رخصه السواقه بدها تتجدد هاي بنسميها مسج شو برد عليه السيرفر الوزاره هاي على فكره كل واحد من هذول مش موجود بغرفه كلهم مش في غرفه واحده كل سيرفر في وزارته واذا الوزاره قررت توقف عادي تسكر الباب تقطع الكهرباء بدناش تقدم خدمات يعني للي خايف انه يطلع الخدمات من ايده لا طيب بيودي كل هاي الرخصه نجددها هذا السيرفر بقول له جددها هاي كنا بيجي هون بسميها كويري والريسبونس بيجي بعدين سيرفر بيرسل على مين على وزاره الداخليه بقول لهم نعرف هذا اليوزر اذا نعرفه اعطوني اسمه وصورته واخر ادرس له كمان بعدين نودي على وزارة الصحة إذا بده ونقولهم هل عنده فحص الرسالة المفعول؟ أنا اللي بسأل؟ سيرفر طيب إذا فيش سالم مفعول بده يعملوا بديله؟ إذا فيش سالم مفعول طيب خلينا أول شيء إذا بنقول له هاي طبعا هون ما قصر شيء بنقول له روح ادفع هلا ادفع كمل افرض إنه في سيرفر بس أنا مش يعني ادفع بناخذ من حسابه واستلم هوي واستلم رخصتك بكره بتكون جاهزه او مطبوعه او بنبعث لك اياها بالبريد هاي هي هلا طبعا اذا مثلا عنده شيء ناقص كنسل عليه لا ولا بكل ما مش كنسل مثلا من كله انه هلا طلبك تودع روح وسوي فحص نظر بعدين نرجع كمل وبعدين كمل ما بقدر اونلاين يعني انه
يسوي حصنارة؟ لا لا أنا بس شو بيتطور يعني يعمل حصنارة إنه يعني لا لا ليش لا خلص نسأل الصحة نسأل السيرفر تبع الصحة بس يعني المربوطة بالصحة أو اسمع مش شرط الصحة ممكن يكون ممكن يكون دكاترة ممكن يكون بس على كل حال هاي هيك بتصير يعني لإنجاز أي خدمة حكومية أو بلدية إذا تتبادل أنظمة الوزارات وأنظمة المعلومات فيما بينها رسائل بيانات إلكترونية إلكترونيا كما يتبادل الموظفون وثائق رسمية. أعطيني هويتك جيب لي ورقة كل هاي اللي بتقولها مقابل هوية بطلع إشي سر. طيب هلا خلينا نقول هون إنه إحنا بدنا أطر معايير يعني الأمور مش بهالبساطة اللي بنحكي فيها فنيا يعني خلينا نقول conceptually تصور بالمستوى المفاهيم. بس خلينا نشوف شو في لزمنا أشياء. هلا لو جينا فتحنا واحدة زي هاي من هالمسج اللي شفناها نلقى شغلات زي هيك نسوقهم من فوق بس تلك بيرسون اي دي 1-2 كان كذا تلك اثنين رولا شو اثنين شو اثنين ممكن تكون فيرست نيم ممكن فاميلي نيم ممكن فادر نيم اذا في شيء بلزم عشان نعرف اذا كان ناشوناليتي بال 33 شو يعني بال 33 هلا انت قاعد تخمن انتبه انك انت قاعد بتخمن صح ولا لا ايوه هاي بس احد المشاكل انه يعني مش بس انه عملنا هاي السيستم بيشتغل الاشياء لا هلا بلزم اشياء بلزم خمس يعني هاي المشاكل تكسر لخمس ليفلز في كل ليفل اول ليفل انه بدنا نمد سلاك بين الوزارات ولا لا هيك وفي اجهزه هيك انه الوزارات فيها اجهزه وفي سلاك بينها يعني معناها في شبكه ننجز البص يعني ننجز البص هلا هاي اول مشكله ليه بس على فكره هاي المشكله مش صعبه وعلى فكره بينكم معموله في شيء اسمه الشبكه الحكوميه مزبوط هذا صح في موجوده على فكره بدي احاول اجاوب اليوم على سؤال كيف جاهزيتنا في الحكومه الالكترونيه اليوم طيب الليفل الثاني بدينا سلاك شو بدنا نسوي هلا سلاك لازم تبقى سكيور لازم سلاك هاي تبقى سكيور شو يعني سكيور؟ أمن شو يعني؟ يعني ما حدش يسرق المعلومات بالطريق؟ طب حتى على فكرة مش مشكلة لو فات ممكن يغير في ثلاث أشياء تلزم هذا بتاخذوه لما تاخذوا قانون الديجيتال سيجنتشر واللي أخذ سكيورتي بعد في ثلاث شغلات سموها الانتجريتي هاي لازم تتوفر على فكرة حتى لو اللي هي بتختلف عن التشفير شو بالنسبة لنا قانونين ترجمة نزامة؟ بس أنت بالنسبة لنا ترجمة تكاملية. بتحكي عن. على فكرة لا هي لا نزامة ولا تكاملية بس هي شيء زي. تكاملية مزبوط. وحدة. بدك إذا بدك. غير قابل للتعديل. بس على كل حال هلا بدك أقولكم شيء هلا شو معنات الانتجريتي؟ نفسره بعدين بجوز نكون مصطلح. بس إنه شو معناها بالضبط؟ اول شيء في عندنا A بدي اقول لكم شو معناته الانتجريتي وشو معناته شيء اسمه هاشينج A او يعني تشفير انو هذا المرسل ومين ها هذا بدي يودي رساله لها طلعوا في ثلاث شروط هذول بنسميهم ريكويرمنتس عشان بدون الانتجريتي اول شرط لما المستقبل تبدي يوصل الرساله بيشوف انو المرسل يقول المرسل A هذا A وهذا B ليه ممنوع يعني لازم
اول شيء نضمن انه ما فيش شيء واحد بيقدر ينتحل شخصيه المرسل. ليه؟ اول شعر لما واحد بيسلم رساله شخصيه المرسل لا يمكن انتحالها. هاي اول شعر. لا لا انت ما لك هيك انت قولي انت قولي انا محامي يا فاعل اي تي اعطوني حل بشرط بشروط التالي. اول شرط ممنوع واحد يعني لما بشوف المرسل ممنوع واحد يقدر ينتحل شخصيه المرسل. الشرط الثاني اذا ادعى المرسل انه شخصيته منتحله بدي يعني لازم يكون في طريقه ممكن نكشف انه لا مش منتحل. اول شرط فيش حد بيقدر ينتحلها. الشرط الثاني اذا انكر المرسل هناك ما يثبت انه هو اللي بعث. هلا الشرط الثالث لا يمكن تغيير الرساله بالطريقه، لا يمكن تغيير محتواها. عرفت اشترى الشروط هذول اللي اسمه انتجريتي. فيش واحد بينتحل شخصيه المرسل اذا المرسل انكر بيقدر نثبت وايش لا يمكن تغيير محتوى الرساله في الطريق. هاي بنسميها الانتجريتي. لاحظوا هل هذا الكثره الشروط هذول بيمنعن حدا يشوف الرساله في الطريق؟ شوفها بس لا بقدر اغير عليها ولا بقدر يعدل عليها ولا بقدر ينتحل شخصيه المرسل ولا شيء. صح ولا لا؟ هذا له علاقه بالمحاضره راح اكملها انتبهوا لها. في قرار يعني المحكمه التمييز الفرنسيه حول الانتجريتي استخدم كلمه انتجريتي. في حدا راح سحب من الاي تي ام تبعه اجى البنك حكى انه رفع قضيه على الشخص انه ساحب فلوس بطريقه غير شرعيه من الاي تي ام. فالمهم المحكمه قررت انه هذا الانسان بريء ولا نستطيع ان نستخدم الاثبات الذي قدمه البنك ضد هذا الشخص لانه الانتجريتي تبعت الاي تي ام في هذاك اليوم ما كانتش متكامله. كيف؟ انه جابوا اثبات انه قبلين ناس ساحبين والمشين الاي تي ام المشين اعطت الناس فلوس اكثر ما طلبوا. فاذا ما كانش موثوقيه في او تكامليه اظنها. فاذا ما كانش تكامليه وثقه في المشين معنى ذلك ما فيش انتجريتي فيها ولا نستطيع ان نستخدم هذا كاثبات في داخل المحكمه. ما هو هاي هذول على فكره هذول الشروط مش اعتباطيات. هذول عشان تساوي حل اذا يعني اذا بتساوي حل بيقدر حقك هذول الثلاث شروط حقك حلك بيكون ايش رائع. لاحظين اول شيء احنا على مستوى الشروط الانتجري. هلا بدي اورجيكم شيء اسمه هاشم. الهاشم او التشفير انه انا بودي رساله. هذا مفهوم اخر اللي بحكي عنه. انا بودي رساله من هون لهون اذا واحد مسكها بقدرش افهمها. على فكره مش كل المعاملات الالكترونيه بحاجه لتشفير. غالبيتها بدها تشفير. بدها بلزمش. يعني والله انه وزاره ديوان الموظفين ودى كتاب لوزاره الاتصالات. تركي لواحد يعني هذا شيء سري يعني؟ اهم شيء انه ما حدش يقدر يزوره. ولا انا بس انه يعني الناس شافت او انه الناس بضرش النظام جاز تعبير. ففرقوا بين التشفير والانتجريتي. هاي بعدين بالامور القانونيه بجوز بنحكي عنها اكثر لما تحكوا عن الديجيتال سيجنتشر. لاحظي على فكره فكره الديجيتال سيجنتشر انه بحقق الانتجريتي. تكنولوجيا ديجيتال سيجنتشر انها بتحقق شروط الانتجريتي. طيب وهناك سيكيورتي اخرى برضو انا مثلا اشياء السيكيورتي انه لما ايه بيودي رساله لبي لازم نروح نعمل في سيرفر ثاني نخزن انه ايه ودى رساله لبي. هاي عشان الارشيف يعني انجاز لوك فايل لوك
عشان الأرشفة وهلما جرى هاي الأشياء. يعني معنى آخر مدينا السيليك هون كنا بدي أرجع مدينا أول ليفل كنا إيش البنية التحتية الانفراستراكتر. الليفل الثاني أو المشاكل الثانية اللي بنسميها سيكوريتي إنه نعملها سيكيور لكل ما تحمل كلمة من معنى سيكيور. في إشي كثير لها علاقة بس. طيب بدينا السيليك وصار سيكيور شو بعدين؟ نبدأ نعمل سيرفيس؟ لا لسه انتوا مكنتوا هذا يحكي مع هذا طريقه سكيور بس هم مش قادرين يتخاطبوا يفهموا بعض. فلازم ايش نعمل ليفل شيء ثاني بدهم بيقدروا يتعاملوا مع بعض انه محتوى الرسائل مفهوم بين الانظمه المتخاطبين. مزبوط ولا لا؟ مش واحد مودي اف نيم هذا بقول لك شو يعني اف نيم؟ لا هاي فاضل نيم. طيب الانظمه الاداريه في الوزاره المتوافقه الأنظمة الإدارية قد إنه هاي يقول لك هذا مش ذات اختصاصي ولا هذا يعني بجوز الأنظمة الإدارية بين الوزارات لا تتوافق أصلاً مش نثبت أصلاً الإجراءات الحكومية إجراءات الخدمات مش كلها معرفة ولا لا يعني أكثر ثلاث وزارات شوفهم مشتغلين على تعريف الإجراءات اللي هم وزارة الأحوال شو يعني في الداخلية الشؤون المدنية ولا الأحوال الشخصية الاقتصاد والمواصلات أكثر ناس ويمكن شوي العدل وما تبقى في كثير وزارات لسه إجراءات مش معرض فيش عندنا دليل خدمات أصلا. ها طيب البرمجيات في الوزارات متوافقة. هلا هذا الليفل يعني بعد ما مدينا السلك وصار سكيور في إشي اللي بنسميه إيش الانتر أوبرابيليتي. لحظية جاي الكلمة انتر اوبرابيليتي ايش في طلع اوبريشن. اوبريشن شو معناها؟ عملية. عملية اوبريشن. طيب يعني اوبرابيليتي يعني الامكانية للعملية القابلية قابلية العملية. طب انتر مثلا انترنت انتر اللي هي إشي خارج مؤسستك يعني أنت قابلية إنك تعمل عمليات مع ناس غيرك من هين جاي الكلمة إنتر أوبرابيليتي. هلا طيب صرنا بالليفل الثالث مدينا السلك والسلك سكيور وإحنا عم فاهمين بعض خلصنا. طب بلكي اللي منوديه بين بعض مش قانوني هون بيجي الدور القانوني ان جميع الرسائل المتبادله مقبوله قانونيا الخصوصيه مراعاه حسب الاصول. هل بصح لهي الوزاره تودي معلومات لوزاره ثانيه؟ قد قد لا. في كثير من الوزارات اليوم كلهم وزاره مثلا الصحه وتسعه وزاره الشؤون الاجتماعيه والله اعطونا بيانات عام ان قديش الناس بقبض كله. هو لحظه شوي مش من حقك تطلب مني بعطيكيش كل المعلومات. فبدنا خصوصيه يعني مش بس انها مقبوله قانونيا والخصوصيه مراعاه. طب هل يحق لوزاره معينه انها تسكر الباب تبعها وتوقف تعطي خدمات غيرها اذا كانت عمليه تمويله متصل بها؟ لا فنيا انا بحكي قانونيا. اذا في نظام في نظام كل هاي الاشياء عرفتوا كيف المساله. هلا بدنا اي اركايفنج وبدنا خصوصيه وبدنا ديجيتال سيجنتشر وبدنا اللي انا بسميه اللي هو تقديم الخدمات برضه وبدنا شيء اسمه انفورميشن. هل بحق لوزاره العدل تسجل معلومات عن الناس يعني عندهم داتا بيس عن الناس ووزاره المواصلات برضه عندها داتا بيس عن الناس وزارة الشؤون الاجتماعية عندها معلومات عن الناس وزارة التخطيط عندها معلومات عن الناس ووزارة الداخلية عندها معلومات عن الناس وكل واحد مسجل الأدرس تبع الشكل بحق لهم يعني بحق لهم. هل بحق لوزارة تقرر تبني قاعدة بيانات هيك من رأسها بصح تجمع معلومات اللي هي معاملات الأحوال الشخصية؟ هل بحق لوزارة أي وزارة بحق لها تأخذ المعلومات
أنا أبوي وأنا أمي وأنا ابني وأنا في إطار اختصاصها أها الدرجة ده مش إطار اختصاصها لا طب في قانون بيمنعها سؤال ما بحدد إذا فالشؤون الاجتماعية ممكن تحدد سؤال أنا بسأل كررت وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الشؤون الاجتماعية كررت تعرف معلومات عن شهادات جمعية مش لأشياء الاجتماع أنا حدش منعكم طيب كررت وزارة الداخلية تتصل على الشركات وتعرف تعرف أربعة من حقها طب كررت وزارة قولوا معي الاقتصاد إنها تعرف أنه برضو الأحوال الشخصية تبعتها من حقها اليوم بتقدر لازم يكون فيه لم المعلومات في مثلا الشهادات العلمية مسؤول عنها مين التعليم العالي أحوال الشخصية داخلية رواتبي وضريبتي مالية وهل مجرة صحتي الصحة مش فوضى مش المشكلة بس الخصوصية تبعتي المشكلة طب انت مسجلة وعلى فكرة هاي صحيحة انا شخصيا مسجل بديش اسمي الوزارات مرة العنوان تبعي رام الله ومرة البيري ومرة رام الله والبيري وفي ناس بعدهم سجل جيني ليه الحق علي انا هل طب سؤال قانوني هل الحق علي انا ليه تثبت عنوان فقط على العكس انا كلت عنواني اذا كاتب عنوان رجع لك معلش انا كاتب عنواني قبل 20 30 سنه اني انا من جيني طب ما انا غيرته لازم اروح اغيره في كل معامله عملتها بالتاريخ لا طيب ولا ليش بعدهم براسموني هناك على كل حال في استونيا بس عشان انا بثير هاي المشاكل بالعماده في استونيا مثلا في شيء اسمه قانون الانفورميشن سيستمز قانون قواعد البيانات هذا قانون على فكره احنا ما تركناهوش في دورة القانون يمكن اللي هو بيقول انه شو المعلومات بتقدر يسجلها اني وزارة وانه قبل ما تمشي اي وزارة ما بحق لهاش تبني داتابيس وتلم معلومات الا تروح ترخص الداتابيس تبعتها في وزارة معينة مثلا يعني معنى اخر بتروح تاخذ رخصة انها بتعمل داتابيس عشان هناك يقولوا ملاحظة شوي مش عشان يمنعوهم بس عشان يبينوا لهم حق أصيل إلي أنا يعني مش أخذ هذا الحق من الوزارة الثانية أنا كفلت وزارة داخلية حق أصيل إني أخذ كل البيانات هذه بالضبط ليش الوزارة الثانية مش تعطيني محقة الحق ممنوع إلي يمكن أصدر وزارة ثانية إذا تأخذ لا لا العكس العكس لا لصالح كل وزارة إنه الأحوال الشخصية مثلا خلاص كلكم يا وزارات ممنوع تتلموها هاي مسؤولية عنها وزارة الداخلية يعني بصير في جهة اختصاص بصير في تنظيم لأنه بلم معلومات عن شو لاحظ طيب هذا الإشي القانوني الإشي الثالث حتى لو عملنا كل القوانين اللي بتلزم فكروا حلينا المشكلة لا لازم بيجي إيش أنواع على واحد سياسي شو يعني السياسة زي شو طيب سؤال اي خدمه تقدمها اول شيء طيب شيء الاولويات ايش بدها انا بكرر صار قرار سياسي طيب لمين نقدمها سؤال لمين نقدمها هل نقدمها للمواطنين اول شيء ولا اول شيء للاجئين هل اصلا نقدم للاجئين طيب هل نعطي الناس اللي خلينا نقول اخواننا في 48 جواز اسرائيلي طيب نعطي ولا ما نعطي؟ هل نعطي الاجانب اللي عايشين في بلادنا حق يدخلوا ولا ما يدخلوا؟ هل 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 الاشياء حتى لو انعمل القانون يعني حتى لو خلصنا كل هذول الليفلز المستويات بتزاد بالمستوى السياسات السياسي بتستغل او السياسات هذول طبعا احنا هون في الاكاديميه الحكومه الالكترونيه ما بنعطيش دورات لا بهاي ولا ايش؟ ولا بهاي اعطينا دوره بهاي اربع دورات بهاي ودوره بهاي فاحنا مش على الثلاثه اللي بنزل هذول بعرفش هون ما بيلزمش بصراحه يعني في خبرات كثيره هون ما بعرفش كيف الواحد انا شو سكيلز تبعته
اللي بده يعطي دوره بال بس اهم شيء في السياسه انه ليس من يحدد السياسه هم جماعه الاي تي ولا جماعه القانونيه. الذي يحدد السياسه هم السياسه وكيل الوزاره يحدد السياسه وبناء على توجيهات من مجلس الوزراء. يعني اذا بكره بدنا في بلجيكا على سبيل المثال، بلجيكا كان عندهم مشروع بعرف اذا نفع الدوله ولا كان عندهم مشروع في بلجيكا يسمحوا للاجانب بالتصويت في المجالس المحليه. هذه سياسه حكومه مش سياسه فرد من الافراد. اذا سمحوا بده يحطوها في البرنامج الحكومي الالكتروني عشان نحكي انه السياسات يضعها السياسيين سياسيين. طبعا اكيد بيكون بتشاور مع قانونيين بتشاور مع الفنيين. اللي بدي اقوله بس على اساس انه شو انجز وشو لم ينجز، كنا هون انجز ايش؟ هذا تم انجازه بالكامل او حد كبير جدا. اللي هو شبه نسميها الشبكه الحكوميه. هون تم انجاز الفهم اذا بدكم، بس لسه ما انجزش شيء بالواقع. اللي هو بالليفل سكيورتي. هون بالانتربرابيلتي تم انجاز اللي بنسميه زي النار. يعني هي لجنة التبادل، اللجنة الوطنية للتبادل البيني مكونة من 6 وزارات وعملنا زنار. هون شو تم إنجاز لحد هلا؟ مشروع أو مسودة نسموها مشروع ولا مسودة؟ مشروع بس مشروع نظام التوقيع الإلكتروني، بس لسه في قوانين كثير. هون تم إنجاز اللي يسموه مسودة سياسات اللي عملتها الـ OECD اللي بيعرف الدكتور صفاء ناصر الدين بكت ظلها تعملها برزنتيشن. يعني سياسة إشي عام جدا. هذا اللي تم إنجازه واللي ما تمش إنجازه بهذا الموضوع. أنا خلصت، بس في إشي بينكم ما أنكم قانونيين بدي أحكي لكم إياه، بس يعني لما بديت بزلك الكتير. هذا زنار على فكرة، في موقع اللي هو زنار.بي.ان.بي اللي هو مكون من عنا الانطولوجيا هسه بدي اورجيكم اياها فاتح من الوصال. في عندنا مثلا عملنا ستاندرايزيشن لكل اللي هم التصنيفات، عملنا هاي مثلا الجنسيات والدول، العملات المتبادله، المحافظات الفلسطينيه، الاجناس البشريه، الديانات، ال يعني لو اخذنا مثلا جنسيات الدول عملنا كود لكل دولة واسمها بالعربي وبالانجليزي واختصارها، وكل الوزارات بتصير ايش تستعمل نفس الكود. تذكروا انه هذا بالانتربرابيلتي اللي بده، لما يكون سكيور ولما يكون في قانون في هذاك اللي عشان الوزارات تفهم على بعض، ما حدش يقول بالا 3-3. وهل مجرى مثلا المدن الفلسطينيه صار كل واحد لها كود بالعربي بالضبط حتى بالتشكيل وبالانجليزي واهل المجرة كله وحتى بدون تشكيل، يعني كيف بالضبط التسميات تصير موحدة. وتم عنا اللي هو خلينا أورجيكم بس هنا قواعد البيانات، لمينا معلومات عن اللي هي شو كل وزارة شو في داتابيسز. أنا بدكم وزارة مثلاً بدكم اللي هي على سبيل المثال الداخلية عامة ضغط وزارات، سجل السكان، سجل الجمعيات يمكن هاي الجمعيات وسجل إيش جوازات السفر عندهم هذا الداتابيس. صحيح. وزارة كمان مرة الرئيسية رئيسية. ووزارة مثلاً اللي هي الاقتصاد عندنا سجل الشركات، سجل التجاري، سجل الصناعي، بعرفش هاي شو معناها بالعربي، يعني أشياء كل في عنا بست وزارات حاولنا نجمع. وحتى إذا بتدخل هاي سجل السكاني نورجيك إيش كمان نشرح لك شو في عنه معلومات. تم إن يعني جمعنا هاي البيانات حتى الوزارات هون مش بدون حتى بدون قانون، بس عشان الوزارات تعرف شو في عند الوزارات الثانية، بس مجرد المعرفة ما بعرفوش. عملنا كمان هذا الزنار اللي هو بديش احكي لكم عن كل شيء انا الا هاي هيك الخدمات، مثلا خدمات المواطنين، خدمات الاعمال، خدمات الحكوميه، هاي مثلا خدمات المواطنين بكل وزاره، مثلا هاي وزاره الداخليه، هاي مثلا اصدار هويه اولى، اصدار هويه باليه مثلا،
هاي اللي هي التفصيل عن الخدمة، شرح عن هاي الخدمة، بس لسه احنا بنكمل. هذا مش مكتمل العمل، لانه عمل مضني ضخم جدا ومش هيخلص، بس فيه بلشنا ان نلم كثير من الخدمات ونحطها كلها ونبوبها ونصنفها ونضبطها، كل الخدمات الحكومية في كل الوزارات. هلا اخر شيء بدي اورجيكم اياه اللي هو الانطولوجي، وبعدين بنهي. في شيء اسمه الانطولوجي، للي قانونيين بدي اركز هون. انا في عملنا مثلا اكثر شيء بنيكم اللي هو بنسميه ليجل بيرسون انطولوجي. هلا شو يعني الليجل بيرسون؟ جبنا شو هم الشخصيات القانونية بالقانون الفلسطيني؟ رجعنا الشخصيات، شخص طبيعي وشخص معنوي. طب شو هم أنواع الشخصيات المعنوية؟ أنا بس القانونية هو إيش؟ بتحدى القانونية عشان رجعنا متعنا تعلم الـ IT برضه يبني. نعرف شوي. شخصيات اعتبارية. شو من شخصيات, شخصيات اعتبارية؟ طب شو من الشخصيات الطبيعية؟ شخصية مش بقول بس؟ مش صحيح. لا صحيح. طيب، شو جينا نسوي؟ جبنا كل القوانين الفلسطينية. جبنا كل القوانين الشخصية هذا بتشوفه. جبنا كل القوانين الفلسطينية. وعملنا شجرة الشخصية القانونية، شجرة الشخصيات القانونية فلسطين، هاي نسميها الانطولوجي. اللي هم اول شيء شخص قانوني بنسميه ليجل بيرسون، تكون من شخص طبيعي، شخص اعتباري. كلكم شو مش بالضبط الشخصيات القانونيه الاعتباريه؟ اول شيء الدوله، صح؟ دوله مش شخصيه اعتباريه؟ شوي دوله مش شخصيه اعتباريه. ها طيب، شركة في كثير اتحاد شركة، على فكرة هاي شخصية غير عن ناشز. اتحاد شركة، هيئة محلية، مجلس خدمات مشترك، جمعية، اتحاد جمعيات، نقابي، اتحاد نقابات. طيب إذا جينا على شركة، عندنا نوعين، شركة مساهمين وشركة عادية. هلا جايك هلا. هلا إذا جينا هيئة محلية، في عندنا مجلس بلدي، في عندنا مجلس كروي، في عندنا لجنة إدارية، ثلاث أنواع. إذا جيتوا على جمعية، في عندنا جمعية أجنبية، جمعية أهلية، جمعية تعاونية. وهذا بس هنا يعني مش إنه خلصنا. هاي بس سامبل، يعني هاي بس عينة. ومنزل من الشجرة. منزل الشجرة طبيعي. ناحية؟ يعني أنا من الناس اللي تفاجأ إنه في شيء اسمه شركة غير ربحية. لكن شركة غير ربحية. هذول بيأكسوا بالضبط القانون الفلسطيني. عارفين هذول ليش؟ هلا ولا بجوز قبل أقول ليش؟ لسه اللي ما كمل لهوش هاد. لأن هاي أعقد واحد. شو من الشخصيات القانونية الطبيعية؟ الشخصيات القانونية الطبيعية اللي هم الهوية الخضراء، صح؟ هاي شخصية قانونية. الهوية الزرقاء شخصية قانونية. الجواز الأجنبي شخصية قانونية. ففي عدة شخصيات قانونية القانون الفلسطيني بيعترف فيها من باب يعني خدماتي على الأقل، لأن المشهد السياسي. وكل واحد إله سموه يعني duties and responsibilities، واجبات وحقوق وواجبات تختلف عن الثاني. هلا كيف؟ هلا إحنا ماشي، بس أنهي ها؟ ليش هاي بيلزمنا إحنا تعين الاي تي؟ هلا في عنا خدمة مش هون شفنا خدمات؟ خدمة. أنو هلا لازم يكون طالب الخدمة ومقدم الخدمة شخصياتهم القانونية، مش هاي الشجرة؟ هل هاي الشجرة نقول هاي الخدمة اللي طالب اللي بسحب يطلبها هم الشخصية كذا وكذا 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 وكذا، مقدم الخدمة الشخصية كذا. بعدين لكل خدمة حكومية لازم نربطها مع في هاي الشجرة لمين بيقدر يأخذ ومين بيقدم. هلا كان في لك ملاحظات؟ انا الشخص الطبيعي هو نفسه الانسان الطبيعي،
من الجسد. إذا تحكي الهوية الزرقاء يعني تثبت واقع إنسان طبيعي فقط الهوية. لا أنا ما قلتش تثبت أو تلحق العجاز لواقع شخص يعني مثال. يعني سبب شخص طبيعي عدم التغيير. سؤال لو أنت اسمك مصطفى جرار فجأة عملت تغيير هويتك بطل اسمك مصطفى جرار، هل أنت بتتمتلك نفس الشخصية؟ لا صرت إنسان آخر يعني. لا لا الواقع على الشخص الطبيعي بس لا انا انا على فكره انا ما حكيتش عن الواقع انت تحكي لا لا بس الطبيعي اكثر انت ما سمعتيش في الشغله انا ما صنفت الناس لا ما قصدي انا صنفت انا صنفت صنفته انا شخصيات الناس مش الناس يعني انا بغير اسمي بضل لي نفس الشخصيه القانونيه في البلد بس اذا غيرت رقم هويتي صار لي شخصيه قانونيه ثانيه طب اقول لك انت تشك علي وانا معاي جنسية أمريكية وجنسية أردنية ومعاي جنسية فلسطينية. أنت لما تروح تشك على تشك على مين؟ وين بدك تشك أول شيء؟ تشك بالأردن. على مين بتشك؟ جنسية أردنية. تشك على الجنسية الأردنية بتشكاش على هذول الاثنين. مع إنه أنا اللي حاملهم اللي قصدي أقوله إحنا ما صنفنا الناس. إحنا بنصنف الشخصيات تبعتهم اللي هي كل واحد له حقوق واجبات في هذه الشخصية. دكتور هلا الشخصية المعنوية إذا انحلت وبطل شخصية أو إذا الشخص الطبيعي ما بطل شخصية مضبوط له آثار معينة بس كده انتهى إذا كانت جمعية معينة كانت شخصية طبيعية دكتور حلا بطل في شخص طهور اعتباري والشخص الطبيعي نفسه إذا توفى أكيد بضل له آثار معينة صح لكن لا يعتبر شخص طبيعي انتهى شخصية طبعا أي اللحظة اللي بموت فيها قانونية هو متوفى بتروح شخصيته قانونية صح تمارس اعمال قانونيه وهي محلوله او خلص او انتهى صح لا يعني. صح انا طبعا بحكي لك لا هاي الاشياء انا مش متفقين عليها بس انا بتوقع انه انت فهمت في البدايه انا بصنف الناس لا انا بصنف شخصيات قانونيه الشخصيه القانونيه الطبيعيه او المعنويه الشخصيه القانونيه هي مثلا الشخصيه القانونيه الطبيعيه احنا ما قدرناش نخلصها بالمناسبه لانه الا بس انا حطيت اللي هو مواطن وغير مواطن مؤقتا بانها هاي طلع تسمع انه القانون الفلسطيني بيسمح لحدا من اصول فلسطينيه يتملك صح صحيح وجه قرار مجلس الوزراء هذا بدل انه اصلا احنا مش احنا مش عارفين نعملها انه على فكره هي كمان بدها محكمه تتقرر فيها وجه قرار مجلس الوزراء بتعين اي تي هاي الرساله بقول ليش اللي احنا كشنا